ذات الشمس معي أنا أماني. الموسيقى فن، والفن رسالة، والمرأة السورية قدرت تحمل الرسالة عبر التاريخ بمختلف الأشكال والوسائل وعلى اختلاف الانتماءات والأعمار. وقت كانت عايشة بسوريا بلدها اللي انولدت فيه، كانت سوسن اسكندر بتحلم انه تصير موسيقية بالمستقبل، بس الحرب أثرت على هذا الحلم لأنه اضطرت سوسن تترك سوريا هي وعائلتها وينتقلوا ليعيشوا بألمانيا. سوسن درست العزف على آلة الكمان بدمشق وتفوقت فيها لدرجة أنها شاركت بالعزف بحفلات الأوركسترا الوطنية السورية للموسيقى العربية قبل الثورة. وبعد الحرب وبسنة 2012 تلقت دعوة للمشاركة بمهرجان الموسيقى بمدينة أوزنابروك الألمانية، وهنيك قررت تضل بألمانيا هي وعائلتها ويكملوا حياتهم. ورغم هالنقلة الكبيرة أصرت سوسن إنها تلاقي طريق جديد لتكمل مشوارها باتجاه تحقيق الحلم، وبلشت بتعلم اللغة. ورغم إنه اللغة الألمانية معروفة بصعوبتها، بس أثبتت نجاحها وأثبتت إنه ما في شيء مستحيل على الإنسان اللي عنده هدف وحلم كبير. وبنفس الوقت اشتغلت كمدرسة للموسيقى بإطار مشروع موجه للأطفال اللي عانوا مشقة وعناء الهجرة، بالإضافة لأنها بتنظم صفوف دراسية لتعليم الموسيقى لأبناء اللاجئين، على اعتبار الموسيقى هي وسيلة مهمة للتواصل والاندماج. وهيك نجحت سوسن وصارت مدرسة موسيقى، بالإضافة لإحياء حفلات موسيقية غربية وشرقية ما بتقدم من خلالها نفسها وبس، بتقدم بلدها سوريا بأحلى صورة. سوسن اسكندر بنت 30 سنة وبنت الموسيقار السوري نوري اسكندر، عم تكمل حالياً دراستها للحصول على درجة الماجستير بالموسيقى، ومن هون لوقتها هي مصممة على متابعة نشاطات الموسيقية، واللي كان من أهم السنة الماضية جولة فنية بعدة دول أوروبية أحيت من خلالها عدة حفلات وعزفت فيها مع عدد كبير من أعضاء الأوركسترا الوطني السوري يلي تجمعوا لأول مرة من بعد 5 سنين، على اعتبار أنه كتير منهم طلعوا من سوريا واستقروا بدول مختلفة. كانت أول هاي الحفلات ب 25 حزيران الماضي بإنجلترا بمناسبة ذكرى الحرب العالمية الأولى، ووقفت بنت الشمس السورية سوسن اسكندر مع عدد من العازفين السوريين قدام الجمهور البريطاني وقدموا بلدهم بأحلى صورة. وهي الرسالة اللي أثبتت المرأة السورية إنها قادرة على حملها وإيصالها للعالم. بنات الشمس معي أنا أماني.